الجهد الثاني من هذا اللقاء الودي التحضيري. ما تركنا النتيجة هدف لهدف شوط أول اللي كان جميل خاصة بعد الدقيقة 20 منه من طرف المنتخب الوطني اللي تمكن أن يسيطر على اللعب، وده أمام فريق ظهر قوي خاصة عن طريق خط الوسط وكذلك عن طريق الهجمات المعاكسة. تلقى موفقة توزيعها ولكن ما كان حتى واحد استقبال الكرة ويدخل بيولي. عود الكرة صلاح المنتخب الوطني، لصالح يحيى لكن يتركها الى رفيقه منصور. من قصية ولكن ما كان حتى واحد. كانت العشرين دقيقة الأولى من الشوط الأول كانت تبدو صعبة بالنسبة للمنتخب الوطني اللي كان ربما خايف من هذا اللقاء اللي هو لقاء تحضير بالنسبة إليه. ايوب رانديلي ورقم 13 بيولي بونيا كيزيد في الصلاة لكن من هناك الدفاع ثم بلو لعشية وصدمي بلومي تدخل فينيولا وتبقى الكرة لصالح بلومي بسهولة. في منطقة شفشاف بلومي مرشي خرج الكرة ويضطر في الأخير الرجوع إلى المدافع ثم مارك. مسك القميص واتيني لبونيك بلومي حقيقة ممتاز. بلاتيني اللي يحاول يغير الجناح في الاخير تروح ضايعه للحارس. دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني نتيجه دائما هدف لهدف. الشوط الاول اللي كان أوصف معنا الدقائق الأولى كانت لصالح ليفربيس منذ الدقيقة 20 الفريق الجزائري كان أدى دوره كما ينبغي. حيث نستطيع أن نقول أنه سيطر نوعا ما على المقابلة. لحد الآن المقابلة لم تنطلق كما ينبغي. دقيقة ممتازة من بونيك، تمريرات قصيرة في الأخير تضيع
ديميدو قد فميلا أخير طوح ضيع الانطلاقة نوعا ما صعبة بالنسبة للفريقين بحيث فريق يوفنتوس يلعب بحذر بعد ما مر بدقائق كانت صعبة بالنسبة له خاصة ال 25 دقيقة الأخيرة من الشوط الأول رشيدي جعله يلعب بحذر ملاحظة أن كل الكرات تمر على اللاعب بلاتيني يحاول ينسق انطلاقة من وسط الميدان هذا بونياك الجناح الأيمن بونياك يحاول يمر تروح ضايعة في الأخير بحيث يتصدرها الدفاع ويصبح هجوم معاكس لصالح الفريق الوطني عن طريق ياحي أروك داخل منطقة 18 متر ضايعة في الأخير ماروك اللي كان حسب المسيرين هو اللي فتح باب التسجيل نذكر يعني اللقطة وكان فيه تشابه كبير بين ماروك ومناد والمهمة في الحقيقة مهمة صعبة للفرز بين بعض اللاعبين نظرا للنقص في الإضاءة هنا بالملعب ولذلك فحل آخر ما قدرش يتبع كما ينبغي اللقطة فمعذرة لديكم سيدتي ونسي سادتي الانطلاقة الآن عن طريق المنطقة الوطنية والصدمة الحال النتيجة دائما هدف لهدف بعد 7 دقائق في الشوط الثاني فرديلي ثم لا ضايع خطيرة هذه وبصعوبة هدف ثاني وكانت الغلطة من اللاعب المغارية بدلا من أن يبعد كرته حاول يمر الكرة تمريرة قصيرة ليغتنم الفرصة اللاعب فينيولا باش يعطي الكرة وفي أحد رفقائه اللي في الأخير دولي برانديلي هو اللي سجل الهدف الثاني اللي رقم 8 هذا بعد 8 دقائق لعب في الشوط الثاني تمرير للخصم في بعض الأحيان فلها انعكاسات خطيرة لحال المنتخب الوطني وصل مع جفشف ضيع منه كاريكولا اللي يشوف الكرة في بعض الأحيان سريعة ولا يحبط الكرة بلاتيني برونديري وماروك لتفوق على بلاتيني باللوبي أصبحت تضرب عليه حراسة كبيرة أثرا للخطر بشكله دور كبير كذلك يقوم به جفشاف في الوسط فينيولا كرة في وسط الميدان تروح ضايعة في الأخير ويرتكب باللاعب المدافع رقم 13 اللي هو بيولي أنا سيحصل وجه إنذار للاعب بيولي اللي ارتكب خطأ بحيث مسك اللاعب يحيى اللي كان انطلق عفوا اللاعب مناد اللي كان انطلق كانت انطلاقة حسنة لولا الغلطة اللي ارتكب عليها اللاعب
قذفة من بعيد تروح ضايعة. القذفة الثانية من هذا النوع منذ بداية اللقاء كانت قذفة أولى من مرو في الشوط الأول، ثم القذفة الثانية هذه من جفجف، لاعب يحاول من بعيد كذلك من حين لآخر. وماروك كما قلت بن يوسف من أحسن اللاعبين في وسط الميدان في فرنسا، وهذا حتى المدرب على الفريق الوطني إيدالغو اعترف له بهذا في السنة الماضية، حيث قال أنه لو يكون عندي واحد في وسط الميدان مثل ماروك بإمكاني نخلق معجزات في الفريق الوطني إلى جانب بلاتيني وجيرس. ممتازة، ممتازة لصالح الفريق الوطني داخل المنطقة 18 متر، تروح الكرة وهدف، وهدف ثاني تقريبا. هدف سجله اللاعب ياحي بعد أخذ ورد داخل منطقة 18 متر، يسجل اللاعب ياحي وهكذا يعدل النتيجة في الدقيقة 11 من الشوط الثاني. الدقيقة 11 من الشوط الثاني يعدل اللاعب ياحي النتيجة وتصبح النتيجة 2-2. كانت لقطة جميلة. يحيى يسجل الهدف، النتيجة من جديد متعادلة. كولي احتجاج من طرف الفريق، عناصر فريق يوفنتوس، لقطة خطيرة عن طريق برياتشي من هناك، الدفاع ثم جبجب او عطاونا رقم 15 حميمي، كل حال رقم 15 لكن ما شاهدناش اللاعب كما ينبغي، نشوف اذا هو اللاعب حميمي ام لا. اظن انه اللاعب مغيشي، مغيشي بفعل، بحيث نشاهد على الهامش حميمي هي بنيولا، حاولوا مرة الكرة للعب كيولي في الأخير تروح ضايعة. ماروك، ماروك حقيقة ممتاز، نشاهد على الصورة للعب شعيب، شعيب يتحضر. ممتازة اللقطة هذه، الكرة سبقت بلومي الدولي تروح الأخير، ركنية، ركنية لصالح الفريق الوطني. كانت اللقطة خطيرة. دقيقة 14 من الشوط الثاني، يحيى ماروك ياحي سبق كثير كورتو ويرد الدفاع، ومحاولة أخرى من مغارية هذه المرة، شاب مغارية اللي حتى وإذا ارتكب خطأ تسبب في تسجيل الهدف الثاني لصالح يوفنتوس، فأدى دوره في الشوط الثاني وأدى دور كبير إلى جانب جندوز اللي ربما راح يترك مكانه بسبب إصابة، وهكذا ربما راح يدخل في مكانه اللاعب شعيب. بلاتيني، تمريرة من عند بيولي، بونياك انطلق من بعيد، بدل تفاهم كلي بينه وبين بلاتيني، تسلل يكون الحكم الأخير. وراح يكون اللاعب شعيب حميمي هذا الرجل، خرج جندوز قائد الفريق
ويدخل في مكانه اذا اللاعب لاعب ثاني غندوز ليشكو من اصابه في رجله اليسرى. خروج غندوز ممكن ان يكون له تاثير بالنسبه للدفاع. هذا الجناح المنتخب الوطني مع دريد مع المدان قاسي السعيد بالعشية والمدربين. أظن أن اللاعب مغيشي أيضا موجود في قائمة الاحتياط. خطيرة لصالح الفريق اليوفنتوس. الأخير يقول الحاكم تسلل حيث بنيك كان في وضعية تسلل. وجناح فريق يوفنتوس على الجهة اليسرى المدرب والمدير الرياضي ترابتوني على جانب بوديني ماغو توتارو لوتشيتي ودولتشيتي من غير معروفين. صادمي ممتازة ممتازة وفقت جفجاف صادمي ماروك ومناد والدفاع الكرة ما توصلش مليح إلى يحيى بلاتيني. قلت نلعب الآن دقيقة 16 من الشوط الثاني. بونياك و بيولي لكن مرة أخرى اللاعب فينيو لم تسلم. حقيقة اللاعب فينيولا ظهر خطير منذ بداية الشوط الأول بحيث يتحرك كثير إلى جانب بلاتيني وبونيك. هذه محاولة أخرى لصالح الفريق الوطني. طارق حميمي دخل في مكان بويش في بداية الشوط الثاني كما دخل شايف مكان غندوز منذ لحظات. فاميح الكرة لكن بريو ترجع ياحي جنبه مناد. مناد ما توصلش مليح إلى ماروك إلى منصوري عفوا. لاعب قوي الجهة اليسرى في الدفاع. حقيقة دفاع يوفنتوس يرتكب أخطاء عندما المهاجمين يدخلوا في منطقتهم حيث يرتكبوا أخطاء مسك أو ضرب. يحيى اللي وقع على أرضية الميدان. يحيى اللي أدى دوره إلى جانب رفاقه في الفريق خاصة في 25 دقيقة الأخيرة من الشوط الأول. هنا الشوط الثاني لحد الآن نقدر نقول بسجل زوج أهداف ولكن المستوى ما راهش مستوى الشوط الأول المستوى انقص وهكذا ما راهش شاهد في نفس الحركات اللي كنا شاهدناها في الشوط الاول خاصه من جانب المنتخب الوطني. ماروك في المخالفه كانت اصابه خفيفه بالنسبه لياحي. ماروك مرفوع كثير ترجع الى حبيبي وتوزع وماروك ولكن كره سهله بالنسبه للتاكوري. ومناد وفي بعض الأحيان نجد إلى جانبهم في تقريب نفس المنطقة بلومي يعني كل واحد يحتل مكان بدوره مكان قلب الهجوم لأن مناد يتنقل من مكان إلى مكان يحاول يفتح اللعب في الوسط
كفوه مليحه و حامل ما تمكنش منها. اخير الكره لصالح يوفنتوس، هذا حميمي لاعب مغترب. صدمي مروك مع الحميمي الآن، صدمي مروك حاول يجد مساعدة، كين يجد أمامه ثلاث لاعبين منهم بلاتيني وكذلك فينيولا الآن رانديلي فافيرو مع برياتشي، فافيرو خطيرة خطيرة ومن هناك مغارية وانطلاقة أخرى لصالح المنتخب الوطني عن طريق خط الهجوم مناد ماروك ثم مناد ثم بلومي. بلومي داخل المنطقة ولكن غارشيمور أمام زوج لاعبين بالرغم من هذا الشوط الثاني نوعا ما انخفض المستوى تاعو بالمقارنه مع الشوط الاول اللي كان اكثر حيويه واكثر نشاط واللي ظهر فيه الفريقين اكثر انسجام من الشوط الثاني. ربما فريق يوفنتوس يحاول ان يحافظ على سمعته في هذه المقابلة بحيث هو متخوف نوعا ما ويلعب بحذر. أصبح الجناح الأيمن بالنسبة للمنتخب الوطني عنده نشاط أكثر مع دخول حميمي، أكثر سرعة في التنفيذ. حميمي معروف بالسرعة نتاعو بينما مازال يحيى الجهة اليسرى. شفشاف حميمي حاول جرب حظه لكن كرة سهلة بالنسبة للحارس التاكوني قام معتبرا. بونياك بيولي بل فافيرو الصراع مع منصوري كرة ما تمرش من جانب منصوري كل مرة منصوري بالمرصاد. فينيول رانديلي بلاتيني كاريكولا ثم بلاتيني مونياك خطيرة تدخل موفق لشايب مروك يحيى يحيى في وسط الميدان
غير الجناح. تخرج الكرة في الأخير لصالح الحارس التاكوني. دقيقة 25 من الشوط الثاني، دائما هدفين مقابل هدفين في النتيجة. وال 25 دقيقة الأولى هذه من الشوط الثاني تذكرنا بال 25 دقيقة وال 20 دقيقة الأولى من الشوط الأول، يعني ما كانش نشاط كبير من جانب المنتخب الوطني. والفريق الإيطالي اللي ظهر في الدقائق الأولى من الشوط الأول قوي، بينما نشاهد أن الشوط الثاني ما فيش يعني لقطات حقيقة جميلة. كانت لقطة هذه لصالح الفريق الوطني تسببها المدافع رغم احتجاج لاعب ماروك لافينيولا، يحاول يمر الكرة على الجناح الأيسر لكن تروح الكرة في الأخير. صالح صدمي، صدمي باللومي، باللومي لحقيقة برز في هذه المقابلة. نشوف أن الفريق الوطني الجزائري عندما يضغط تقريبا كل اللاعبين، هذه هجمة لصالح الفريق الوطني عن طريق ماروك، تعود الكرة لحميمي من بعيد، تمر جانبية، قذفة قوية من حميمي من حوالي 20 متر تمر جانبية. أول لقطة خطيرة يقوم بها المنتخب الوطني، قلت أول لقطة خطيرة يقوم بها المنتخب الوطني منذ بداية الشوط الثاني. شوف وكان حميمي يشكو من التعب، لذلك نفهم علاش المدرب ما لعبوش مع بداية الشوط الأول. هذا بلاتيني اللي يزيد في السرعة، مر الكرة لفينيولا، فينيولا يعطي الكرة لمرة أخرى للاعب بونياك، تروح في الأخير يحاول ينسق، وهذا قبل انتهاء المقابلة بحوالي 13 دقيقة. سبعة وعشرين دقيقة من الشوط الثاني، منذ تقريبا دقيقتين لاحظ أن الفريقين بدأوا يتحركوا شوية بحيث نشوف هجمات وزيادة في السرعة. الفريق الوطني عن طريق الجناح الأيمن حميمي، هذا باللومي لمرة الكرة الجفجاف بين زوج لاعبين داخل منطقة 18 متر، خطيرة تخرج في الأخير ركنية، ركنية يخرجها اللاعب فافيرو، تصبح ركنية لصالح، لا يقول الحاكم 6 أمتار لصالح الفريق الإيطالي، بالرغم من أنه أظن أنه اللاعب فافيرو كان مس الكرة. قلت أنه منذ تقريبا 3 دقائق المقابلة أصبحت فيها أكثر حيوية أكثر نشاط. هذا بلاتيني يحاول يوزع الكرات، تغيير الجناح دائما يكون على بلاتيني. بلاتيني وبونياك تفاهم كبير، تروح ضايعة من غارية، من غارية للبلومي، يصبح هجوم معاكس لصالح الفريق الوطني. بلومي يتعدى وسط الميدان يحاول يمرر الكرة لكن تروح ضايعة. ياحي ملاحظة أن كل الكرات تمر على اللاعب البلاتيني. رياشي، رياشي يحاول يدخل داخل المنطقة، تقص الكرة، يصبح هجوم صالح معاكس صالح الفريق الوطني، فريق ياحي. وسط الميدان هناك، هناك يحاول يمر بلاتيني وتروح ضيع مغارية،
برغم من خروج قندوز فالدفاع منسجم مع دخول شعيب، وكذلك أعتقد الفريق الوطني بذل مجهود هجومي أكثر منذ لحظات، ويبقى هكذا ضغط أو يضغط من حين لآخر. يحيى مروك لتنقل على الجهة اليسرى ترجع له، لكن ضيع لصالح بيولي فينيولا. من جديد لمساعدة رفيقه، ولكن الكرة ضائعة، كرات عديدة الضيع، وكأن التعب أصبح عنده تأثير بالنسبة لسير اللعب. منصور مروك رجع الدفاع مع شعيب، ثم صدم شفشف صدم كي يبدو لي بعيد عليه الكرة، وكاريكولا سبقه. تسعة واربعين ألف، أكثر من 49,000 متفرج بالملعب اليوم. نشاهد اللاعب مغيشي راح يدخل يعوض أحد اللاعبين، هو اللاعب يحيى. تعويض آخر وتغيير بالنسبة للفريق الوطني، وهذه فرصة باش المدرب سعدان يشوف كل اللاعبين وإمكانياتهم حتى يمكن يقيم الفريق وكذا اللاعبين بإمكانهم يشاركوا في المنافسات القادمة، منافسات كأس إفريقيا وكأس العالم. في هجمة لصالح الفريق الإيطالي، فينيولا يمر الكرة للاعب لكن تمر في الأخير تمس. فينيولا تغيير الجناح بونياك، حقيقة وسط الدفاع رغم خروج اللاعب من هذه هجمة لصالح الفريق الوطني. طريق بلومي ماروك روك جميلة داخل المنطقة، وهذا هدف، الهدف الثالث يسجله اللاعب مغيشي اللي يدخل منذ تقريبا 30 ثانية يسجل الهدف الثالث، وتصبح النتيجة 3-2 لصالح الفريق الوطني بعد مرور تقريبا 11 دقيقة قبل انتهاء الشوط الثاني. إذا النتيجة 3-2، كانت تمريرة ذكية من ماروك اللي مر الكرة بين زوج لاعبين اللاعب مغيشي، وهكذا تصبح النتيجة لصالح الفريق الوطني. مغيشي في الدقيقة 78 وهكذا تنطلق المقابلة من جديد، وأيس ويصبح التنافس أكثر. كانت توزيعة هائلة، توزيعة رائعة من ماروك اللي بذكاء مر الكرة بين زوج لاعبين، بينما المدافع الأيسر كان ينتظر تمريرة تغيير الجناح. ماروك بلومي، حقيقة لاحظنا أيضا أن المدافعين هذه هجمة لصالح الفريق الوطني عن طريق اللاعب صادمي بلومي، رائع صادمي، في الأخير تروح لصالح تاكوني. لاحظنا أنه المدافعين المدافع الأيمن صادمي ومنصوري لعبوا دور كبير في مساعدة المهاجمين. هذا بونيك
تروح في الأخير مغارية بضربة رأسية لصالح منصوري. منصوري فوزي لاعب ميلوز. تسلل بحيث اللاعب حميمي يرجع من التسلل. المدافعين أدوا دورهم كما ينبغي في المقابلة. مدافعين فريق الوطن بحيث يساعدوا كثير الهجوم منذ البداية. بونيك يصبح هجوم لصالح الفريق الوطني. هذا خطيرة بعد 10 دقائق قبل انتهاء المقابلة. جفجاف صادمي تدق اللعب وشوف الكرة اللاعب ما يتسرعش في تمريرها. منصوري الآن ما توصلش مليح. رشح ملاد ملاد بلومي بدل ممتازة. عروض شيقة وما فيش تسلل. توزيعة وتكولي حقيقة كانت كرة لعب خطير. لعب خطير مخالفة مخالفة لعب خطير ومخالفة ضد جفجاف. قل سيتحصل أظن أن التمريرات القصيرة داخل منطقة 18 متر أثر كثير على دفاع الفريق الإيطالي بحيث نشاهد كل مرة الفريق الجزائري يحاول من الوسط التمريرات القصيرة وإلا أن الدفاع يكون يعاني نوعا ما. ديلي بلاتيني دخل الدفاع كاريكولا فيولا والتسلل. هو الحكم بلاتيني اللي بذل مجهودات كبيرة حاول وصل كرات ملائمة إلى رفاقه. ولكن كرة صعبة عرضها إلى مناد. فينيو هنا بونياك مرو خط الكرة بتاعه بيتكا طريقة فنية جميلة وانطلق من صدمي. صدمي أدوان داخل منطقة حميمي سبقوا فابيرو ثم كاريكولا واتكو للحارس بريو بيولي فينيولا رونديلي بلاتيني ياتشي دوري بلوك اللي حاول اتجاه منا متسلل. بالفعل متسلل. اظن بنيوسف انه دخول اللاعب حميمي على الجهه اليمنى جعل الفريق الوطني يتحرك اكثر وما يتمتع باكثر سرعه. سجم النبويش كذلك ادى دور لا باس به في الشوط الاول. كان ربما هنا مع الشوط الثاني ربما التجربه من طرف المدرب باستعمال اكثر سرعه في تنفيذ العمليات الهجوميه من جانب المنتخب الوطني قصد مباغته الخصم عن طريق السرعه. مروك ما
مشجعة كبيرة من طرف الجمهور الغفير في ملعب 5 جويلية. وانطلاقة أخرى من حميمي، شوف السرعة توزيعة و البلومي ما وصلش في الوقت المناسب. نلعب الخمس دقائق الأخيرة من المقابلة. فينيولا بونياك أصحى ماروك، بينما بونياك ارتكب خطأ. شوشان حميمي جميل اللعب صادمي لمن حميمي بلومي رائع التوزيع، لكن ما كانش قلب هجوم في اللحظة هذه في اللقطة هذه في الوقت وين بلومي يبقى وقع على ضيط الميدان. صادمي من جديد ماروك بن يوسف، تمريرات ولقطات رائعة في خمس دقائق قبل نهاية هذه المقابلة. نشوف أن الفريق الوطني يؤدي في المقابلة كأنه في استعراض. هنا الملاحظة أن الفريق متفوق في النتيجة 3-2، ولازم يتعلم ويعرف كيف يحافظ على هذه النتيجة، خاصة هذا قبل المقابلة الرسمية. النتيجة في المقابلات الرسمية لها أهميتها أكثر من نتيجة المقابلة اليوم اللي هي مقابلة تحضيرية. بالنسبة للمنتخب الوطني لازم يتعلم ويعرف كيف يتمكن باش يجمد اللعب ويخلي الخصم نتاعو يجي إليه، وكيف يخلي عنده الكرة ويبقى محتفظا بالنتيجة. مغارية اللومي اللي عاد الى مكانه، صادمي اللومي. شوف صباح منذ لحظات فريق يوفنتوس محروم من الكره. اللومي المراوغه الرائعه والتوزيع، المراوغه بالرجل اليمنى والتوزيع بالرجل اليسرى. فينيولا بونياك فينيولا، الدقيقة الأخيرة رياتشي توزع بلاتيني، نسمح الآن في وضعية قلب هجوم بونياك توزيع والدفاع في الأخير، لكن فينيولا وسرباح من الفرصات. بونياك متسلل بونياك، تدخل رائع من سرباح اللي هو الآخر بذل مجهود. يصبح قائد الفريق بعد خروج قندوز للقضم مرمى هنا بعد القطفة القوية من فينيولا. فريق متفوق، كرة لصالحه. لا الكرة ما خرجتش، كل مساعد الحكم لازم هكذا تكون، راح تكون إعادة لتنفيذ المحاولة. النتيجة بن يوسف 3-2 لصالح الفريق الوطني بعد تقريبا مرور 45 دقيقة من الشوط الثاني. هذا تعتبر جد إيجابية إذا ما نظرنا إلى التحذير اللي انطلق منذ تقريبا شهر، وهذا هجوم آخر لصالح الفريق الوطني. تجميد اللعب لأنه لم يبقى إلا 30 ثانية من انتهاء هذه المقابلة. قلت أنه هذا النتيجة تعتبر إيجابية إذا ما نظرنا إلى تحذير غير كافي، يعني شهر تقريبا هذا غير كافي. نتيجة إيجابية من حيث اللعب، طريقة اللعب، وليس من حيث الأهداف.
ربما كان ممكن ان الفريق يخسر وما يلعبش مليح او يربح وما يلعبش مليح، ولكن هنا ربح وقدم في بعض فترات من المقابلة قدم عروض شيقة، عروض جميلة، والجمهور الغفير الحاضر هنا فصفق وسجل الفريق تقريبا ثلث اللقاء باستثناء ربما بعض الفترات في بداية الشوط الثاني. حميمي وتدخل فافيرو ثم بريو وتاكوني، الثواني الأخيرة الآن في انتظار تفكير سيد خنصال. بيولي فيولا هو الآخر بهذا المجهود، سبعة برياتشي ربما آخر محاولة في المقابلة هذه، برانديلي وبلاتيني بونياك ويسجل ويعدل النتيجة، ولكن مساعد الحكم قال تسلل. بالفعل كان في وضعية تسلل. قلت بيوسف أنت أنه المقابلة رغم أنه الفريق في بعض الأحيان ينهزم لكن يقدم ويشوف يعني شيء جديد، هذا اللي لاحظناه في هذه المقابلة، كان فيه تنسيق خاصة في وسط الميدان. وهنا في احتجاج من طرف بلاتيني يقول بأن بونياك ما كانش من وضعية تسلل. مع الأسف لما احنا نسجل المقابلة ما عندناش الإعادة، إعادة الصور ما قدرش يعني